جمال الموضة أو كده، لأ دي كمان بتمثل البنت المصرية في أناقتها وفي جمالها وفي ثقافتها، شامل كل حاجة. إن شاء الله استنونا في التصفيات النهائية، هيكون في كاستنج النهائي الأخير قبل المهرجان علشان نقول مين البنات اللي هيكونوا. خبط على باب الأمل وانده عليه، هتغير أكيد يومك وتنسى التعب اللي فيه. خبط بقوة وإصرار ولا تتعبش، قوتك في الأمل عنوان ما يتغيرش. ليه تفقد بكرة والأمل موجود؟ ليه تحزن قلبك وتكون حزين؟ امشي في طريق النجاح والبس وشاح الأمل، هتلاقي يومك دايما مليان نجاح وسعادة وإصرار. وصباحكم سعادة. النهاردة حلقتنا مميزة جدا واستثنائية جدا، اسمحولي أبدأها بمقولة ديكارتيه: لا يتحقق النجاح إلا إذا أحببت ما تعمل. ولان ضيوفنا النهارده حققوا نجاح عشان حبوا اللي عملوه وامنوا بيه، تعبوا واجتهدوا وعملوا لنا احلى مسابقه ليدي فاشون او سيده الاناقه. هنرحب بضيوفي وضيوفكم. دكتوره نرميني المصري رئيس المهرجان، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي طبعا استاذه داليا غازي، من الناس القريبين جدا على قلبي. طبعا بشكرها على استضافتنا النهارده، وبشكرها انه الانترو الرائع الجميل ده اللي انا ذات نفسي كنت مبسوطه منه جدا. شكرا ليكي وشكرا على القائمين كلهم في البرنامج واللي خلف الكاميرات. ميرسي ليكو وميرسي ليكي. دكتور محمود حلمي الشهير بالجنرال، صباحك سعاده، نورت البرنامج. صباح حضرتك كل خير وسعاده وسلام و كل القناة والإعلام المصري كله. ومش هننسى نصبح على الشيف الجميلة الشيف غادة ومطبخ دودو. صباحك سعادة يا غادة. صباح الخير يا داليا، ونورتونا النهاردة وضيوفنا الحلوين دول الأمارات. غادة عاملة لنا إيه النهاردة؟ أنا النهاردة عاملة لكم دوناتس بطريقة ظريفة جدا وبسيطة جدا، إن شاء الله تعجبكم وتعجب كل المامهات اللي ولادهم بيحبوا الدوناتس، بطريقه ظريفه وبطريقه حلوه ان شاء الله كده وبسيطه يقدروا يعملوه بكل سهوله. هنسيبك تعملي الدوناتس وهنقعد نشم الريحه وهنستنى ناكله بعد ما تخلصي. وطبعا مش هننسى ان احنا معانا في الاستوديو هيخشوا لنا بعد الفاصل ملكات جمال الموضه. وهنبدا باول سؤال لدكتوره نرمين. يا ترى يا دكتور ايه الفكره او ايه الهدف من مهرجان ليدي فاشون او سيده الاناقه، سيده الموضه؟ هي الفكره ما اقتصرتش على الاناقه وبس. احنا لو هنيجي كده نرجع فلاش باك شويه للستينات، هنلاقي ان كانت الموضه بتنزل في مصر قبل باريس. حقيقي كانت كل الستات او السيدات المصريات كانوا في منتهى الرشاقه. نرجع فلاش باك كده لافلام الستينات والحاجات الحلوه اللي احنا كنا بنتفرج عليها. فوجئنا ان الجيل بتاعنا ده دلوقتي ما بقاش يهتم بالموضه قوي، ما بقاش يهتم بال يعني ما بقيناش زي زمان كنا بنلبس حلو، كنا لبسنا راقي، كانت الست المصريه كانت على قدر من الرشاقه والجمال والاناقه، بنلبس احدث حاجه. وعندنا كانت امثله سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه والجميله ناديه لطفي و زبيدة ثروت، كل الجميلات، كل الجميلات بالظبط اللي انت واحده منهم. انت حبيبتي. بس فانا قلت يعني انا عايزه اعمل حاجه موضه، ان احنا نسترجع نبقى برضو بنلبس احدث حاجه زي ما كنا، واعمل تبقى ملكه جمال للموضه وللثقافه ويبقى عندها فكر. وده الهدف. ان احنا حقيقي اللي شفته بيميز مهرجان ليدي فاشن ان في هدف راقي وهو صناعة المرأة المصرية، وده سبب ان بيكون سن البنات اللي عندك من التسعتاشرات للحاجة وعشرين، فبتبني فكر وروح، بتبني جيل جديد، لان الست المصرية هي الام، هي الجيل القادم. ايوه. فبالتالي انت لما تتنمي عندها الفكر والثقافة والحاجات دي كلها والموضة، ايوه، هتبقى خلاص انت كده بتطلعي جيل جديد، جيل مبني على نشء سليم.
وبعدين هنحد من حته مشكله الطلاق عشان مش مهتمه بنفسها، لا احنا بنعلمها ازاي تهتم بنفسها. الله. نعلم الست ازاي تكون جميله في كل حالاتها، وبعدين مثقفه، وبعدين عندها مشروع اجتماعي، يعني عندها فكر. هنتكلم عنه، بس قبل ما نتكلم عنه هنتنقل للجنرال. اسمح لي انا متعوده اقول جنرال دكتور محمود حلمي. يا دكتور، ايه شروط اختيار البنات للمسابقه؟ بص حضرتك، احنا كان في عندنا رولز. المسابقات طبعا كلها احنا بنقول المسابقات دي بتهدف لحاجات كتيره. النقطة المهمة عندنا ان احنا كنا بندور على عامل الثقافة. احنا كان عندنا فوق من 60 بنت، صفناهم لتسعة. التسعة احنا عندنا مقياسنا ايه هو الايديولوجية بتاعتها، ايه هو فكرها. في ناس كتير متعلمين وليس مثقفين حقيقة، فاحنا كان يهمنا ليس كل متعلم مثقف. في المقام الاول الثقافة، ده المعيار الاساسي. في ناس تقول لك جمال وكلام، لا، الجمال هو جمال الروح، جمال الاخلاق، جمال الثقافه. في حاجات كتيره بتندرج فيها، ان انت البنت بيبقى عندها كاريزما ولباقه. بعدنا عن حاجات كتيره، ان احنا رفضنا تبقى حاجات فيها اللي هي الحاجات المتبذله، وان هم يبقوا عريانين والكلام ده كله. بعدنا عن هذا الوضع، اخذنا الجانب الاخلاقي، هي دي المعايير بتاعتنا. الجانب الاخلاقي ده جانب مهم جدا. مصر مليانه بنات كلهم عندهم اخلاق وكلهم حاجات ديت، لكن احنا جبنا حاجتين، التعليم والثقافه. الثقافه ما هياش حاجه سهله. في ناس كتيره مش متعلمين ولكن مثقفين. خلينا نبص لعامل الثقافه كمقياس عندنا. مشروعها الاجتماعي نظرتها للمستقبل، يهمنا قوي نظرة البنت المتفائلة للمستقبل. احنا مصر، مصر دي اسم كبير قوي، والبنات دولت اللي هم متسابقات ما اشتركوا ما سبناهمش، اذا كان الدكتور نرمين ولا انا ولا القائمين على العمل. بقينا نتابع حاجات دقيقة جدا، هي دي اللي في الاخر بنقول ان هي دي فعلا خير من يمثل ليدي فاشون. اللي هننقل بيه الدكتور نرمين، وعايزين نعرف طبعا، احنا دكتور قال لنا ان كان في 60 بنت وصلوا للثمانية اللي كانوا في المهرجان، اللي اخترنا منهم التوب 5. طب الخطوات اللي سبقت التوب 5 عشان توصلي بالثمانية على الستيج في يوم المهرجان، انت كانت تصفياتك قايمه على ايه؟ وكانت بتفضلي ازاي؟ مع اني انا شفت في البروموهات وفي الحضور ان كان ال 60 بنت حقيقه صعب الاختيار بينهم، لان انت صعبت الاختيار اصلا يا دكتور نرمين. هو القصه ما بتبقاش كده، انت بتشوفي مين اللي هتقدر تشتغل على نفسها. انا نفسي طبعا كنت اخد 60 بنت كلهم، بس حته ان كل بنت يعني في بتبقى نسبه وتناسب، في اللي هي عندها استعداد واصرار وحماس وعندها استيعاب للتعليم، وفي اللي ما عندهاش، في اللي عندها روحها رياضيه حتى لو خسرت، وفي اللي ما عندهاش. فانت بتبقي بتفضلي يعني مين اللي عنده هدف. لا انا نفسي اثبت وجودي، نفسي فعلا احصل على 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 لقب ولا اخد تايتل كويس في المسابقه، عايزه اشتغل على نفسي. انا لو تخينه شويه عايزه اخس، انا لو ما عنديش شويه ثقافه ومش شغاله على المشروع بتاعي اللي انا اقدمه قدام لجنه التحكيم، لا هشتغل عليه. فكل الحاجات دي كلها بيبقى عليها درجات. هي دي المقاييس. بعدين بيأهلوا، انا الموضوع ما بيبقاش كده مجرد كده، لا، المقاييس ان انت بتأهليهم. طبعا بيبقى في دكتور للرشاقه ودكتور اخصائي تخسيس وتغذيه بيشوف. بمناسبه دكتور الرشاقه، فنان الرشاقه، توجيه الشكر للدكتور محمد الشافعي فنان الرشاقه بصفته كمان الراعي للبرنامج، يعني الراجل لازم نقول له. طبعا طبعا. شكرا لدكتور محمد الشافعي فنان الرشاقه اللي كان مشرف على 60 بنت طلعوا منهم احلى 8 بنات، خدنا منهم التوب 5. بصي هم كلهم حلوين، بس الموضوع بيبقى ازاي؟ ان انا دلوقتي عندي 60 بنت، المفروض ان انا بغربل مين اللي عندها استعداد وقابليه ان هي تبقى في من التوب 5. مين اللي انا مجهودي مش هيروح معاها؟ الله، حلوه ان مجهودك دي صعبه جدا، انك تبقي باذله مجهود وبتختاري، فلازم تبقى البنت اللي معاكي قد مجهودك ومقدره عشان توصل معاكي. مقدره انه بعدين هي بنت بتبقى عايزه تبقى توصل للتوب 5، عايزه تبقى حاجه،
عايزه يبقى ليها مثلا مشروع اجتماعي نفسها يوصل المشروع الاجتماعي ده. وكلهم مشاريعهم كانت هايله. يعني انا كان عندي اكتر من حد مشروعه كان هايل جدا. الله. يعني اللي خد التايتل ملكه جمال الموضه. أيوة. السنه دي كان مشروعها هايل، تكلم عن البلاستيك واضراره الصحيه وازاي ما يعني ما نرميش حاجات مخلفات في النيل، دي بتعمل حاجات مش كويسه وبتجيب سرطانات وبتجيب حاجات كتير. الحقيقه انا كنت حاضره المهرجان، كان ليا شرف حضور المهرجان وشفت المشاريع بتاعت الثمان بنات. مشاريع هادفه ومشاريع درسينها. ده حقيقه. مش مشروع مجرد ان انا قايمه اقول انشا قدام لجنه التحكيم وعايزه اعدي، لا. احلى حاجه اللي بيميز المسابقه دي عن المسابقات الثانيه ان هي كلها شفافيه. انتوا عندكم حاجة كمان، خليني اقول بصفتي هنا مش المذيعة، بصفتي من حضور المهرجان اللي بسعد كل سنة اني احضره وبشوف كل سنة الاختلاف عن السنة اللي قبلها والنجاح الاكبر. انتوا السنة دي عملتوا حاجة جديدة جدا، وهي ان انتوا بصيتوا اتجاها مع كل متطلبات ان انتوا تخلوا مصر احلى، ودخلنا في المسابقة متحدي الاعاقة. دكتور محمود تكلمنا عن النقطة دي. هو كان عندنا فكر ان احنا نعمل حاجة جديدة. الحاجة دي يمكن ما اتعملتش يمكن في مصر، ممكن في الشرق الاوسط، انا ما شفتهاش يعني على المستوى المحلي والدولي ما شفتهاش. فقلنا نعمل بعد الدورة ديت ان احنا نعمل حاجة عن متحدي الاعاقة. ده العامل اللي اطلق المبادره بتاعته سياده الرئيس السيسي، وكان مركز قوي على متحدي الاعاقه. احنا الناس ديت اساسا عندهم اراده وعندهم تصميم وما بيقلوش عننا في اي حاجه، بل بالعكس ربنا مديهم كاريزما في حاجات كتيره. فقلنا لا، احنا نعمل بقى حاجه جديده، ان احنا نعمل ملك وملكة متحدي الاعاقة. احنا بنناشد كل المسؤولين ان هم يبقوا معانا في ظهرنا في الموضوع دوت، لان هي عمل انساني بحت، مش هيسمع في مصر وبس، اعتقد انه هيسمع دوليا. طبعا احنا عندنا حالات انسانية كتير، ممكن ما يكونوش الحالات ديت والناس ديت ظهرت للسوق، كلنا تملي بنركز على الجمال والأناقة والرشاقة ومركزناش على الفئة ديت، رغم ان الفئة دي تستحق كتير قوي ان احنا نساعدها. هي جت لنا الفكرة من على فكرة كانت دولة. من غير قطع كلام الدكتور محمود، كان المشتركة اللي كانت معانا انا ما كنتش اعرف ان هي عندها توحد، ولكن يعني كان يتخيل هي ان هي يكون عندها توحد. تمام. انا عرفت بالظبط بعد ما عدت شوط كبير تدريبات، وعدت على محاضرات الاتيكيت والبروتوكول، وعدت على حاجات كتير، بس كنت بشوفها ما بتتكلمش كتير. فاحنا قلت انطباع ان هي حد هادي. لا، لكن دلوقتي حضرتك لو شفتيها شفت الفرق. لا، في فرق كبير. هي دي البدايه اللي احنا بنقول عليها انغماسهم جوه العمل الاجتماعي. في المجتمع بتاعنا هم بيبقوا واخدين جنب المتحدي الاعاقه، واخدين جنب لانهم بيحسوا ان هم اقل من اي حد. لا، هم مش اقل. لا 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 لا، ده عندهم قدرات جباره ما شاء الله. ما شاء الله عليها. زي ما الدكتوره نرمين قالت كده، ان هي تحدد النهارده بتتكلم مع كل الناس بلباقه. لا، ده احنا عندنا حاجات احنا ما نعرفهاش، بنكتشفها، بنناشد المسؤولين في الصحه وفي التعليم ان هم يقفوا معانا في الموضوع دوت علشان نقدر نديهم حقهم. ودي كانت توجيهات الرئيس السيسي، يا ريت نتكاتف لينجح المهرجان دوت، وان شاء الله هيكون شهر 12 باذن الله. ان شاء الله احنا ربنا وانا ودكتور نرمين القائمين عليه وعلى هذا الحدث. يبقى احنا كده عندنا مهرجانين، ليدي فاشن سيده الموضه، وعندنا ملك وملكه الموضه من متحدي الاعاقه. ده المهرجان الجديد اللي هيقوم بالفكره بتاعته ويتبناه دكتور نرمين المصري ودكتور محمود حلمي الشهير بالجنرال، وكلنا معاهم وفي ظهرهم، لاني متحدي الإعاقة
هم صانعي السعادة. خلينا معاك ومعاهم ونكون كتف في كتف معاهم، وهنستنى يا دكتور مهرجان متحدي الإعاقة ونرجع لليدي فاشن وانتي بقى كرئيسة المهرجان. ايه دورك في اختيار لجنة التحكيم وبتختاريها على اي اساس؟ لجنة التحكيم لازم تبقى شاملة كل حاجة. شاملة الدكتور يبقى للتغذية والتخسيس من الإخراج، فاشون ديزاينر، بيبقى فيها كل العناصر. كان معنا المخرج الكبير الأستاذ مجدي أبو عميرة طبعا. تحية كبيرة للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة اللي كان عضو لجنة التحكيم في مهرجان ليدي فاشون. كان معنا الدكتور محمد الشافعي، أنا بس مش عايزة أنسى حد. كان معنا دكتور إيمان أنيس، الدكتورة إيمان أنيس، كان معنا مستشارة رئيس الوزراء. ايوه الدكتورة نجوى صادق. الدكتورة نجوى صادق، وكان معانا الفنان الجميل احسن الترك. مش لجنة التحكيم، لا ما كانش، لا كان معانا في لجنة التحكيم. لجنة التحكيم وكان معانا المصمم الجميل خالد السويفي. خالد السويفي بالزبط. ودكتورة منار. انا حفظت من كتر حبي للمهرجان. انا كنت قاعده بتفرج. لا انا كل مستشار محي بدراوي، كل لجنه برضو. يعني كل سيزون بيبقى لجنه غير اللجنه. ليه؟ عشان ما يبقاش الموضوع ثابت. الله. عشان برضو ادي شفافيه للموضوع. ايوه. فكل لجنه بيتغير، يعني كل سيزون بيتغير لجنه. السنه اللي فاتت كانت موجوده الفنانه رجاء الجداوي والفنانه ايمان، كانوا في ضمن لجنة التحكيم. الأستاذة فادية عبد الغني، كان معنا برضو الأستاذة عبير منير، وكان معنا برضو الأستاذ مجدي أبو عميرة. معاذ نعم مخرج السعودي معاذ جه خصيصا المنتج يعني. والمخرج السعودي معاذ عبد الصمد. يعني كان معنا، بتبقى لجنة التحكيم يعني كوكتيل. أيوه. فيها كل فئات المجتمع. من ثقافة لإعلام لإخراج لموضة لدكاترة، كل ده بيبقى موجود بالنسبة للجنة التحكيم. أنا بحب لجنة التحكيم تبقى يعني متنوعة. ليه؟ لأن لنفرض مثلا المتسابقة دي عندها ميول فنية، كاريزمتها عالية، تتأدي يعني، ممكن حد من اللي بيبقوا موجودين في لجنة التحكيم يكتشف موهبتها دي وتبقى نجمة. ما عندي كتير قوي طلعوا من مسابقات وبقوا نجوم. دي حقيقة. يعني زي مثلا الفنانة حورية فرغالي، كانت داخلة برضو في مسابقة ميس ايجيبت وخدت تايتل، وبعدين بقت دلوقتي بسم الله ما شاء الله نجمة. تمام. عندك برضو الفنانة سارة التونسية، دلوقتي هي بطلة، كانت بطلة فيلم كارما. فاهماني ازاي؟ فبيكتشفوا برضو وجوه جديدة، وبناخد وجوه جديدة للسينما ايا كان بقى ايه موهبتها، ايه هوايتها. اعلام، كان معايا مثلا السيزون الاول من ضمن المتسابقات وخدت تايتل ملكة جمال اعلامية رنا الطوخي، وبتقدم كل سيزون حفلة المهرجان والمسابقة. طيب. ونفسها يعني اللي هو ايه، كان حد يكتشفها كده ويعمل لها حاجة. يعني احنا هيبقى معانا على الشاشة صور من المهرجان ومن كواليس المهرجان، واحنا بنتفرج على الصور كده ياريت الدكتور محمود ودكتور نرمين يحكوا لنا عن كواليس المسابقة وقد ايه كمية الضغط العصبي والنفسي اللي كانت بتبقى موجودة. الصورة دي حضرتك تتكلمين عنها؟ بس هي الصورة دي كانت شاملة يعني كل لجنة التحكيم. كانت الأستاذة إيمان أنيس والأستاذة محمد الشافعي، دكتور محمد الشافعي، دكتور محمد الشافعي، والدكتور محمود حلمي، والمستشار محي بدراوي، ودكتور منار، والدكتورة منار جزولي طبعا خبيرة الموضة. أيوة. والفنان إحسان التركو، كان معايا بقى الملكة والمستشار محي بدراوي، والاستاذ معاذ عبد الصمد ماشي، المستشارة رئيس الوزراء الأستاذة نجوى صادق، والمدير المهرجان سامح عاطف. طبعا وكان معايا الملكه السيزون اللي فات جودي محمد. وكل البنات بقى اللي موجودين. الله. ده عرض الويدنج. عرض فساتين الزفاف اللي كان حقيقي من تصميم الفنان الفاشن ديزاينر خالد السيوفي. خالد السيوفي. صراحه هو جميل جميل جميل. يعني انا بصي الدرس الابيض ده بيدي بهجه حقيقه. يعني عارفه لو انت، انا لما كانوا داخلين كده ماشيين على الكاتوك حاسه ان انا يعني عارفه اللي هم بناتي. لا وبعدين انا لا حبيبتي هتكبر. انا كلهم بحس ان هم كلهم
ده مجهودي يعني، ده مجهودي انا اللي بحس ان هو وطبعا احنا بنشكر المخرج العظيم طبعا حاتم الصفتي طبعا طبعا اللي طبعا اخرج مهرجان ولا اروع طبعا 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 مش قادرين ما ينفعش ننسى ونتجاهل ولا اي حاجه طبعا تعب مجهود المنسق العام اللي كان يعني مش قادره اقول يعني اللي شايل على عاتقه كتير من الحاجات يعني. دكتور محمود انا داخله المهرجان وهو كان لسه طالع يلبس الصوره دي حلوه قوي لان ملكه السيزون الاول وملكه السيزون الثاني وملكه السيزون الرابع، بس ملكه السيزون الثالث ما كانتش موجوده، مش ظاهره في الصوره، كانت قاعده معايا على الترابيزه كانت قاعده معايا على الترابيزه ودي ميزه ليدي فاشن يا دكتور ان انتم متواصلين مع ملكاتكو طبعا، وده عشان بتتابعوا مشاريعهم، ويا ترى تقولوا لي المشاريع ايه تنفيذها على ارض الواقع وايه قدرنا ننفذ منها وايه اللي محتاجين مساعده ودعم عشان ننفذه. انا بالنسبه طبعا اللي اول مشروع كانت الله فيروز كانت الملكه رنا الطوقي في اول سيزون، كان مشروعها انه مياه النيل يعني اللي هو ما يعني عدم رمي النفايات والحاجات دي، كانت بتناشد بوزاره البيئه انه يبقى النيل احسن الله من كده. والسيزون الثاني كانت امينه شوارعنا اجمل، لان هي خريجه فنون جميله فكانت عايزه تلم اصحابها من الجامعه وعملوا شويه وعملوا طبعا حقيقة. وعملوا شغل حلو جدا، وقالت انا هبتدي بمنطقتي مثلا، انا من السيده زينب من منطقه بسيطه جدا، هنلون الشوارع، عايزين شوارعنا اجمل. السيزون الثالث كانت جودي محمد كان كل يعني هدفها هي طبعا دخلت اول سيزون وخسرت، فقالت انا معاكي يا دكتور، وانا عرفت انا خسرت في ايه، انا ما كنتش لابقه قدام لجنه التحكيم، فهاجي معاكي في السيزون اللي بعده، وفعلا وخدت تايتل وخدت ملكه جمال وكانت حاضره برضو وجوزي ان الناس اللي اثرت فينا كلنا كحضور بالظبط كده. كان مشروعها الاجتماعي قراءه قالت انا اكتر حاجه اشتغلت فيها على نفسي الفتره من السيزون للسيزون ان انا كنت كتير يعني قرايه وبطلع وبثقف نفسي، لان انا اتلجلجت وانا قدام لجنه التحكيم، حسيت ان انا ما عنديش لبقة. يبقى وفعلا مشروع جودي كقراءه والمهرجان ساعدها عليه، بنرجع لفكره ان القراءه هي تقريبا معظم الثقافه بالظبط، كلما كده قرات اكثر كلما تثقفت اكثر. وقبل الفاصل هي انت بتطلعي فاصل؟ هنطلع فاصل كان عندنا سؤال مهم جدا، بس قبل الفاصل حابه اوجه كلمه شكر لزميلي محمد عصام اللي هو مش معانا النهارده. محمد عصام بتمنى لك السعاده وبتمنى لك نجاحات موفقه، وان شاء الله تكسر الدنيا ببرنامجك الجديد. والحقيقه كنت منور الاستوديو وهتفضل منور استوديوهات مصر، وهنستنى برنامجك يا محمد وهنستناك وهنتفرج عليك. كل الشكر لزميلي محمد عصام وكل التوفيق ليه في حياته اللي جاي، وصباحكم سعادة. فاصل وراجعين، استنونا مع ملكة الموضة والجنرال. رجعنا لكم بعد الفاصل، وهيبقى معانا في الاستوديو الوصيفة الثالثة والوصيفة الثانية لمسابقة ملكة جمال الموضة ليدي فاشن. اتفضلوا معانا نور الجندي ويومنا سليمان. نور ويومنا اهلا بيكم، وطبعا احنا عايزين نعرف ايه مشاريعكم الجاية، ويا ترى هتستمروا ازاي، وايه مشاريعكم المستقبلية، ومدى ارتباطكم بالقائمين على مهرجان ليدي فاشن، وايه التوجهات اللي هتعملوها الفترة الجاية. 20 سؤال في سؤال واحد. احب في الاول اشكر دكتورة نرمين دكتور محمود على مجهودهم العظيم في مهرجان ليدي فاشن، طلع اكتر من رائع طبعا.
واحب اتكلم في حته ان كان ليدي فاشن كان هو اول خطوه ليا، بعد كده ان انا ان شاء الله اشترك في حاجات كتير ليها علاقه بالفاشن والمسابقات، وان انا احضر لكذا حاجه ان شاء الله قريب، ومشاريع كتير جايه باذن الله. نتمنى لك التوفيق، كل التوفيق لنور، وننقل ليومنا. وهتقول لنا كده باختصار مشروعك وناويه على ايه في الفتره الجايه. بجد اول حاجه اشكر طبعا دكتور نرمين ودكتور محمود المصري ان هو وصلوني اللي انا فيه دلوقتي. طبعا انا ما كنتش اتوقع ان انا ممكن اقف في مكان زي ده دلوقتي، طبعا بدعمهم وصلت. مشروعي كان عن التخلص من المخلفات، وان انا بساعد في المناطق العشوائيه، وطبعا ده يعني بمساعدتهم طبعا هقدر ان انا احققه. وطبعا بقى في نجاحات ان شاء الله المره الجايه الفتره الجايه، وان شاء الله في نجاح دايما يعني. ان شاء الله. واحنا طبعا قاعدين، انا عايزاك يا يمنى بس تتكلمي شويه باستفاضه عن مشروعك، لانه مشروع فعلا هادف فعلا حلو جدا. طيب مشروعي كان بيتكلم عن اللي هو اعاده تدوير المخلفات العضويه. كنت بستهدف المناطق العشوائيه لان هي اكتر منطقه فيها عشوائيات. تمام، كنت بستهدف ان انا عايزه اعمل اعاده تدوير للمخلفات العضويه بالاخص، لان بستنتج منها غاز، الغاز ده بيسمى غاز الميثان. الغاز ده طبعا بنستخدمه في حاجات كتير جدا، ونقدر نستخدمه بديلا من البترول والغاز الطبيعي. بستخدمه في الاضاءه والكلام من ده. وطبعا كنت عايزه استخدمه، وطبعا بنستخدمه كمان في الاسمده، ان الانتاج بتاعه بنستخدمه في اسمده، يعني هو بيكفي 15 مليون طن اسمده، وبتكفي لزراعه 20 مليون فدان. حلقه لمشروع يمنى مشروعها كان هايل. احنا الوقت مش قادرين نلاحق عليه. بنشكرك يا يمنى، وبنوعد دكتور نرمين هتوعدينا تجيبي المشروعين اللي هيقوموا بالتبني بيهم وهنستضيفهم. اكيد. والشيف غاده وريحه الدوناتس طالعه، مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، وهننط دلوقتي ناكل الدوناتس منك. الشيف غاده، وصلتي لايه؟ جهزت الدوناتس اللي انا كنت عاملاه، ومستنيه اعمل قدامكم المفروض العجينه تتعمل ازاي بتاعت الدوناتس، عشان الناس تعرف هي بتتعمل ازاي. الله، انت عامله لنا الدوناتس النهارده مشكله لنا يا شيف غاده، مش كده؟ ايوه. طيب احنا هنشكر الوصفات. اهلا بيكم. هنستضيفكم في حلقات تانية كتير، وعشان نستقبل بقى الملكه والوصفه الاولى. الحقيقه دكتور نرمين ودكتور محمود، انا مهما اتكلمت فانا شهادتي فيكم مجروحه، لكن انا بتمنى لكم كل نجاح وتوفيق. وهيخش البنات دلوقتي، بس قبل ما يخشوا عايزينكم تقولنا ايه رايكم في الريحه اللي احنا شميناها دي. انا جوعت بصراحه. احنا شمينا، عايزين ندوق. احنا عايزين ندوق. انا جوعت. احنا شمينا لغايه دلوقتي. لا ما ينفعش كده يعني. يلا حضرتك بقى، احنا نخلص وناكل بعدين. احنا عايزين ناكل بقى. وبصي انت حره. معلش بقى يا دكتور محمد، هنبوظ الدايت. معلش. دكتور محمد الشافعي، معلش عشان هيقتلنا. معلش. كل واحد بنتايه بس يا دكتور، مش هناكل كتير والله، ما تقلقش. الريحة الدونات انا عاملاه ميني على فكره، عاملاه ميني، عاملاه كبير، عاملاه ميني، يعني كل واحد بيتكلم عن صغير. ممكن بس كده تورينا بالكاميرا كده شكل الدونات ابو شوكولاته ده؟ هو ريحته تفتح النفس، يبقى اكيد طالما ريحته حلوه يبقى اكيد طعمه حلو. هنشوف الدونات وهنطلع فاصل. الله. الله. هنطلع فاصل على بال ما نستقبل الملكة والوصيفة الأولى، ونكمل المشاريع. وصباحكم سعادة، استنونا ما تروحوش أي حتة. ملكة الموضة والجنرال، ورجعن لكم بعد شوية صغيرين قد كده. صباحكم سعادة. رجعنا بعد الفاصل، وكنا سرحانين مع الدونات، وطبعا دلوقتي هننسى الدونات خالص عشان نرحب بالملكه
والوصيفه الاولى حضرتك تعرفيها بيهم يا دكتور؟ الملكه هايدي سمير طبعا جامعه حلوان فنون تطبيقيه. الله. وطبعا فيروز الوصيفه الاولى فيروز نبيل هي ثانويه عامه اخر سنه هيكونوا معانا دلوقتي. اتفضلوا. الملكه اهلا بيكي. فيروز الوصيفه الاولى اهلا بيكي يا فيروز. تعبتوا وطلعت عينيكوا وعملتوا مشاريع، ودكتور نرمين ودكتور محمود كانوا سبورت وسند وظهر جامد جدا ليكوا، وانا مش هنسى لحظه اعلان النتيجه واتفاجئت وانا لما حبيبتي هتكبر والنعمه لا تاكل الجو. هايدي الملكه هايدي ملكه ليدي فاشن 2020، كلمينا عن مشروعك. مشروعي بيتكلم عن اضرار البلاستيك والبدائل بتاعته. فدلوقتي احنا بنتكلم ان البلاستيك اضراره وصلت لانه نسب السرطان زادت جدا لدرجه انه بقي 166.6 فرد من كل 100,000 نسمه بيجيلهم مرض السرطان بسبب اضرار البلاستيك على مستوى العالم. وعندنا 8 طن كل دقيقة بيترموا في المحيطات من بلاستيك، ده غير ان 2050 نسبة البلاستيك وزن البلاستيك في المحيطات هيكون اتقل من وزن السمك. فاحنا طبعا عايزين نوقف، مش هنوقف استخدام البلاستيك، بس احنا محتاجين ان احنا نقلله على الاقل، يعني اللي هو الوان يوز او اللي هو البلاستيك الاستخدام الواحد، احنا محتاجين ان احنا نحاول على قد ما نقدر نقلل استخدامه ببدائل تاني ليه. في اكياس بلاستيك كنا اتكلمنا عنها، انه هي البلاستيك بيبقى معمول من مواد نباتيه عشان لما يترمي في الطبيعه او كده بيتحول لسماد عضوي. لا بيتحول لسماد عضوي، فاحنا كده نبقى استفدنا بيه انه هو سماد اللي بعدين بس في نفس الوقت ما ضرناش البيئه، لان البلاستيك عشان يتحلل بيحتاج 500 سنه، حوالي 500 سنه ومش بيتحلل تماما، بيتحول للمايكرو بلاستيك. الملكه شكرا ليكي، وطبعا هنستضيفك في حلقه كامله نتكلم عن المشروع مع دكتور نرمين. ونيجي للوصيفه الجميله فيروز اللي فاجئتنا في المسابقه. فيروز مشروعك. مشروعي بيتكلم عن التوحد. انا كنت بعاني من التوحد، وان انا اتمنى يعني انا اساعد برضو بقيه الاطفال من التوحد، والحمد لله انا اتعالجت منه. فمشروعي بيتكلم عن التوحد، ان انا اقدر اعمل في كل مدرسه كانت خاصه او حكومه او كده ليها، يعني ان هم يعالجوهم من التوحد، ان كان بقى صعوبه تعلم او كلام او اي حاجه من دي، او ما يبقوش منطوئين ولا اي حاجه، ولا بس ده اللي اتمناه يعني. واوصل الشكر كمان لشوف فيروز ابدا ان هي كانت بتعاني من توحد ابدا. فيروز انت فاجئتيني في المهرجان. الحقيقه فيروز نموذج مشرف للي عندهم توحد، وبنقول لكل الامهات اوعي تقلقي، فيروز بقت الوصيفه الاولى لملكه جمال الموضه، بتتكلم بطلاقه، عندها مشاريع. خليكي ورا ابنك، خليكي ورا بنتك هدف، واستنونا مع دكتور محمود ودكتور نرمين في المسابقه الخاصه جدا بمرضى التوحد والاعاقه، عشان كده عشان تشوفوا ولادكم زي ما احنا شايفين فيروز دلوقتي. عشان كده عايزين نقول ناحيه الاعاقه اللي موجوده ما هياش اعاقه بصريه او حركيه او فكريه بس، ده حاجات كتيره. هي دي الانطلاقه، ان عندنا انغماس في المجتمع بقى للدرجة ديت. احنا مش هقول غير ادي نموذج، والنموذج ده انا عايزه اسال فيروز بس، انت استفدتي ايه من يعني من تجربتك في المسابقه؟ ايه اللي اضافته لك؟ الواحد لما يكون عنده توحد هو ما عندوش ثقه بالنفس، وبيحس ان هو الناس كلها يعني
بيبقى فيه تمرد علي لما انا لما دخلت الليدي فاشون. انا والله العظيم بجد بجد بمعنى الكلمه انا حسيت بالثقه بالنفس غير مع دكتور نرمين. طبعا اشكرها جدا، وطبعا مستر محمود اشكره جدا جدا، مستر تمام مستر حاتم كمان اشكره جدا جدا ان علمني ازاي الثقه بالنفس وازاي اتكلم وازاي ابقى شجاعه وانا بتكلم، وغير حاجات كتير جدا بصراحه. انا بشكر الوصفات انت والوقت معاكم بيعدي. انت عندها توحد؟ لا خالص. وهنقل معاكم لشتيف غادة والمطبخ. فيروز انا عايزه ابوسك. انت نموذج مشرف والملكه طبعا مبروك، نورتوني. ومشروع طبعا هايدي جميل جدا، مشروع جميل جدا اللي طبعاً. هو يعني حاجه اجتماعيه فعلا، يقول لنا ان الجيل اللي جاي فعلا نثق فيه ان هو يبقى امهات لجيل قادم مثقف عنده وعي عنده فكر بيعمل حاجات لبلده بيحب بلده. اهم حاجه انه انتمائه للبلد دي وعايز يطور فيها ويخليها احسن حاجه في الدنيا. شكرا للوصفات، نورتونا. ده الفرق ان احنا صفينا الستين عشان الفكر، عشان الفكر، عشان الفكر. هي دي اللي دي نورتونا. هنستناكوا بعد ما نخلص المطبخ عشان ناكل الدونتس. واحنا دلوقتي معانا فقره المطبخ. نورتونا في الاستوديو شيف غدا. صباحك سعادة. صباحك سعادة. صباح الدونات والحركات والحركات والأكل. بصوا مش هنديكوا مش هنديكوا مش جاية على فكرة. ايه رأيك؟ ايوه اهو اهو مش هنديكوا دونات ودونات دكتور نرمين. ده بالفروستنج والسبرينجلز. الله. وده بقى اللي انا بحبه جدا على فكره، بالسكر البودره. دي الكور اللي بتطلع، الكور اللي بتطلع بتاعه الدوناتس بقى. ما تدوي كده يا دكتور نرمين وتقول لنا رايك ايه كده. لا هو بصراحه شكله كده وريحته تفتح. ايه رايك؟ ايه رايك يعني دوقي كده وقول لنا. لا حاجه كده بصراحه ده دي كده الدوائر. ممكن تقول لنا الطريقه والمقادير؟ طيب يا دكتور. انا عندي المقادير بتاعتي كوبايتين ونص دقيق، معايا بيضايه واحده، معايا ربع كوبايه لبن دافي، عليهم ربع كوبايه ميه دافيه. بس هو عايش وايه السكر؟ ما عشان الدايت دكتور محمد هيموتنا. والله انت حره. ربع كوبايه لبن دافي وربع كوبايه ميه دافيه، معاهم معلقه خميره كبيره او معلقه وربع. المقادير نازله معانا على الشاشه. معايا معلقتين زبده كبار، ومعايا معلقه سكر وبيضايه وفانيليا. طبعا انا الفانيليا احطها على البيض عشان الزفاره. ايوه زفاره البيض. وهبتدي انا بقى حطيت ده يعني عشان ايه يخمر شويه. العجينه مظبوطه قوي قوي. واحطها ايه على الدقيق. دكتور نرمين شهدت. دكتور نرمين يعني عايزه يعني العجينه مظبوطه قوي. انا عايزه التفاصيل بالظبط عشان ابقى اعملها يعني. هي كانت نازله على الشاشه وهننزلها تاني. لا جميله جدا فعلا. هي تعملها واحنا ناكلها. احنا هناكل. احنا مستنيين في البيت بقى واجرب. يا دكتور احنا مع الشيف غاده احنا بنستنى من الاسبوع للاسبوع على فكره. بصي شايفه انا خسيت عشان اكل الدونات. بس هبتدي بقى. يبقى احنا كده إيه؟ حطينا الدقيق الاول، حطيت ربع كوبايه لبن دافي معاها ربع كوبايه ميه دافيه، معاهم معلقه كبيره خميره. الله. او ما نبقاش بخله، ممكن نحط كيس الخميره الجافه كله. وبعد كده عندي بيضايه حطيت عليها فانيليا، وحطيت معلقتين زبده ومعلقه سكر واحده، معلقه سكر كبيره. ونعجن العجينه بالظبط كده. بنعجن العجينه مع بعض اهي. هي ايه دي يا شيف غدا؟ دي بقى قطعه الدوناتس. دي بتتجاب من عند الناس اللي بيبيعوا خامات الحلويات، حتى هي ليها خرم كده من جوه بتاعه الايه. ممكن تجيبها لنا يا علاء من فضلك؟ علاء ورا الكاميرا يعني طلعان عينه معانا اقسم بالله. هو علاء مستني يخلص البرنامج عشان ياكل. عشان هو كان واخد ورا الكاميرا. والله والله شفته وهو بياكل ورا الكاميرا. اتقفشت يا علاء. طيب دي قطعت الدونات موجوده. دي مخصوصه، هي في منها كبيره على فكره، بس انا حابه ان هو يبقى ايه صغنن كده احلى يعني. هو حقيقه عشان ناكله بسرعه. تمام. قطعت الدونات دي يا غاده عشان احنا طبعا دايما بنتكلم عن البساطه. يعني تكلفتها كام تقريبا؟ لا على فكره انا مش فاكره، بس هي ما تعدتش ال 15 جنيه تقريبا. يعني سهله ان اي حد يجيبها. وعند الناس اللي بيبيعوا خامات الحلويات موجوده. تمام. ما فيهاش اي حاجه. يعني احنا النهارده عملنا دونات مع الشيف غاده ومطبخ دودو، وحطيت على الدونتس اللي هناك ده فروستنج ملون. بيتعمل ازاي الفروستنج ده؟ ده عباره عن سكر بودره عليه حبه ميه سخنه صغننين جدا، بس
حبه ميه يمكن معلقه بس ندوبه ونحط عليه اللون اللي احنا عايزينه. انا حاطه عليه لون موف لو تاخدي بالك. يعني انت ده عاملاه بايدك مش شارياه؟ لا 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 الله. والسبرينجلز بس اللي انا شارياه اللي هو الملون ده. الملون بس. الملون بس هو اللي انا ايه شارياه. بس هبتدي بقى انا كده عجنت العجينه خلاص تمام، وجايبه وسكر بودره والسبرينجلز وصوص الشوكليت تمام، وبفرد العجينه وبقطعها بالقطاع ولا تمام. في اي حاجه الله. زي ما انتم شايفين كده طريقه سهله جدا، بس انا بسيب العجينه تخمر شويه بصراحه، بس طبعا هنا ايه عشان وقت البرنامج فانا ايه كنت عامله احنا بنشوف بس التقطيعه بتاعه الدوناتس علشان المشاهدين يتفرجوا عليها و بس كده اهي، ونقلي واحده كده. الزيت يكون ايه يا شيف غالي؟ يكون سخن عادي، يكون سخن كويس متسخن كويس. هي اول ما بتتحط بتنفش. هي بتاخد قد ايه وقت بقى لما تحمر؟ احنا بتاخد وقت قد ايه لما تحمر؟ بتاع حوالي نص ساعه. وبعد كده بتفرديها وتقطعيها بالقطعه دي. يفضل تسيبيها شويه. لا يفضل تسيبيها شويه. بص اول ما بنحطها بتنفش بتنفش. وبنقلبها ونخرجها على طول. تمام. احنا الحقيقه وقت المطبخ معرفش ليه بيعدي بسرعه كده. الاكل الدونات ريحته حلوه جدا. لكل ست بيت الدونات اللي تشتريه بكتير قوي. احنا عملناه بكوبايتين دقيق وبيضه ومعلقه سكر وحبه لبن. ربع كوبايه لبن. ربع كوبايه لبن بس. وبحطها في صوص الشوكليت وخلاص. تحبي تختمي مع ايه؟ بايه مع الجمهور مع المشاهدين؟ اقول لهم ان شاء الله استنوني في وصفات جديده ان شاء الله متنوعه، ونحاول انها تكون بسيطه وتكون اقتصاديه. طبعا الصوص الشوكولاته كمان الشيف غدا اللي عاملاه. انا اللي عاملاه برده على فكره. وعايزه بس معلش يا دنيا بعد اذنك، عايزه طبعا اتمنى كل النجاح والتوفيق لزميلنا محمد عصام. وانا بصراحه زعلانه جدا ان هو مش موجود معانا النهارده، يعني بجد كان منور الدنيا معانا. وشكرا ليكم. شكرا لغاده وشكرا لمحمد، وبنتمنى له نجاح في برنامجه الجديد. وصباحكم سعاده وايامكم سعاده. استنونا في حلقه جديده الاسبوع الجاي، ومش هنقول المفاجات اللي معانا ايه. مساكم سعاده. Oh,